وبالعوده للخبر الابرز في نشرتنا حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصله بذل اقصى الجهد للحد من اثار الازمه على المواطنين واستيعاب الضغوط التضخميه. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين شدد الرئيس السيسي ايضا على الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكليه وتعظيم دور القطاع الخاص خاصه من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطيه. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه، والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان الاجتماع تناول استراد مؤشرات الاقتصاد المصري واخر مستجدات الاوضاع الاقتصاديه العالميه في ضوء التحديات السائده على الصعيد الدولي التي تفرض تبعات اقتصاديه على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر حيث تم عرض الاجراءات الجاده التي تم اتخاذها خلال الفتره الماضيه لمواصله تحسين المؤشرات الكليه للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة، كما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصله بذل اقصى الجهد للحد من اثار الازمه على المواطنين واستيعاب الضغوط التضخميه مع الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكليه وتعظيم دور القطاع الخاص خاصه من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطيه وتحقيق مبدا الحياد التنفسي بما يساعد على تهيئه المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه وتعزيز المكتسبات التنمويه التي تحققت في مختلف المجالات وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين